السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة تعلم لتحترف فينما كنت في الوطن العربي الكبير. مرحبا بك في هذا الفيديو الجديد. فيديو اليوم بإذن الله تعالى سوف يكون في غاية التميز لكل من يعمل في مجال التصميم، أو كذلك للإخوة والأخوات الذين يريدون البدء في هذا المجال لأول مرة عبر عديد المنصات التي تتيح إمكانية العمل ووضع التصاميم الخاصة بك، كتيسبرينغ التي سبق لي أن قمت بشرحها على القناة، وكذلك منصة تيزلي وغيرها من المنصات، بحيث أنني سوف أقدم لك من خلاله أفضل طريقة ممكنة لترويج التصاميم الخاصة بك عبر الإنستغرام بالاعتماد على موقع محتكى ربما سوف تسمع به لأول مرة. وكي لا أطيل عليك سوف أمر مباشرة لصلب الموضوع. أتمنى منك فقط تشجيعي بنقر زر لايك للفيديو، أيضا إن كنت تشاهدنا لأول مرة لا تنسى الضغط على زر الاشتراك مع تفعيل زر الجرس كي تكون أول من يتوصل بجديد القناة. إذن كما تشاهد معي هذه هي منصة تيسبرينغ الغنية عن التعريف والتي تجمع مئات المصممين عبر العالم، والتي كذلك سبق لي أن قمت بشرحها على القناة، ويمكنك أنت كمصمم أن تضع من خلالها التصاميم الخاصة بك بطبيعة الحال. ولكن الهاجس الكبير الذي سوف يواجهك ويواجه معظم المبتدئين في المجال وهو الطريقة الصحيحة للترويج التصاميم الخاصة بهم، لهذا سوف أتحدث اليوم عن الإنستغرام وما مدى فعاليته بطبيعة الحال لترويج التصاميم. وسوف أخذ مثال هنا بإحدى التصاميم الموجودة هنا، طبعا هي ليست بتصاميم خاصة بي ولكن أريد فقط أن أعطي بها مثال. فلنفترض أنك تعمل في مجال تصميم الحيوانات أو القطط تحديدا كما هو الحال بالنسبة لهذا التصميم الذي تشاهده الآن أمامك، وتريد أن تقوم بالترويج له عبر الإنستغرام. فالطريقة الأولى التي يعمل بها أغلب من يقوم بالتسويق عبر الإنستغرام وهي إنشاء حساب خاص بالمجال الذي يستهدفونه، مثل القطط في هذه أو في هذا المثال بهذا الشكل، ثم يعمل على تكبير الحساب، وهذا طبعا يأخذ وقت طويل، وطبعا ينشر من خلاله الصور الخاصة بالمنتجات ويضع الرابط الخاص بها. هذا بالنسبة للمثال الأول، والمثال الثاني كذلك يعمل بنفس الطريقة، لكن هذه الطريقة طبعا سوف تأخذ منك وقت طويل جدا للحصول على حساب انستغرام متفاعل ويمكن آنذاك أن تقوم بالترويج من خلاله. ولكن الطريقة التي سوف أشاركها معك اليوم والتي أنصحك بها بشدة، وهي بالاعتماد على الحسابات أو الأشخاص الذين يتوفرون على حسابات متفاعلة مسبقا وتدفع لهم مبالغ من المال. لكن ستقول لي الآن أن الناس المؤثرين أساسا في الانستغرام والذين يتوفرون على حسابات متفاعلة يطلبون مبالغ كبيرة، 200 دولار، 500، ربما تصل إلى 1000 دولار، وهي مبالغ ليست في متناول الجميع من أجل الإعلان في هذه الحسابات. لكن هذا لن يصبح عائق أمامك بعد اليوم، لأنني سوف أشاركك موقع محتكر يستخدمه أغلب من يعمل في هذا المجال، وربما سوف تسمع به لأول مرة، حيث أنه سوف يمكنك من الوصول إلى عدد كبير من المؤثرين وكذلك الذين يشتغلون في نفس المجال الذي تصمم فيه، مثلا الأقمصة سواء كانت في مجال الحيوانات أو مجال الثقافة أو لديك أقمصة خاصة بالرياضة، يعني أي تصميم تقوم به سوف تجد في هذا الموقع الذي سوف أشاركه معك الجميع المؤثرين، وسوف تجد على أنهم يطلبون مبالغ يعني ممكن نقول بسيطة إلى لا بأس بها، يمكن لأي شخص سواء كان محترف أو مبتدئ في المجال أن يدفعها ويعلن في هذه الحسابات. سوف نقوم الآن بالبحث عن حسابات مثلا لديها علاقة بهذا المجال الذي سوف نعمل عليه، وهو مجال القطط. تقوم بالدخول لهذا الموقع، طبعا تقوم بعملية التسجيل فهي بسيطة جدا، وبعد ذلك تقوم بالنقر على خيار البحث هنا في هذا المكان، بعدها مباشرة
سوف تجد هنا قائمة كبيرة جدا من الناس المؤثرين والذين لديهم حسابات على الانستغرام، سواء الناس لديهم 28,000، 14,000، 141,000، 200,000، كذلك 400,000، يعني جميع الفئات سوف تجدها هنا. هناك ناس لديهم مليون متابع، مليوني متابع، فهذا يبقى على حسب الاستهداف الخاص بك، وكل شخص يطلب مبلغ معين من أجل الإعلان لديه. الآن نريد نحن ناس يهتمون فقط أو يقومون بنشر منشورات للحيوانات وبالتحديد القطط، وهي التي تهمنا بطبيعة الحال. إذن تقوم مرة أخرى بالذهاب عفوا إلى هذا الموقع، ثم تزيل هذا الخيار هنا بهذا الشكل، وبعدها تختار الحيوانات في هذا القسم، أي الحسابات الإنستغرام التي فقط تهتم بنشر محتوى الحيوانات، وتبحث بينها بطبيعة الحال على الحسابات التي تقوم بنشر محتوى القطط. على سبيل المثال هذا الحساب تقوم بالنقر عليه، ثم لما تقوم بالدخول إليه سوف تجد مجموعة من المعلومات الخاصة به، ثم هنا المبالغ التي سوف تدفعها لصاحب الحساب من أجل أن ينشر لك في حسابه. إذا كنت تريد أن ينشر لك التصميم الخاص بك لساعتين تدفع له $10، إذا كنت تريد أن ينشر لك لساعتين مع الرابط الخاص بك $12، 6 ساعات ب15، 24 ساعة ب19 دولار، كذلك إذا كنت تريد أن ينشر لك ستوري لطبعا 24 ساعة $11 مع الرابط ب14 دولار، يعني مبالغ بسيطة جدا، يكفي أن يكون لديه تفاعل. ولكي تعرف هل الحساب الخاص بهذا الشخص متفاعل، تقوم بالدخول إليه، طبعا سوف نقوم بنسخ الحساب هكذا، ثم نقوم بالبحث على هذا الحساب ونرى هل هو حساب متفاعل. أعتقد أن هذا هو الحساب. إذن هذا هو الحساب الانستغرام، في 39,000، هذا هو نفس العدد الموجود هنا. وكما تشاهد معي الآن هذا هو حساب الانستغرام، ترى هل لديه تفاعل بطبيعة الحال، 900 لايك، 1000 لايك، 500، 1000، 800. إذن التفاعل لديه بطبيعة الحال جيد، ويمكن الاعتماد عليه والإعلان في حسابه. نفس الشيء بطبيعة الحال لدى الكثير من الحسابات الموجودة هنا، يمكنك دائما البحث عن الحسابات التي لديها علاقة بالقطط. سوف نرى هذا الحساب كذلك، سوف تقوم فقط بالدخول طبعا إلى الحساب بهذا الشكل، وترى ما مدى التفاعل الموجود في الحساب. أعتقد أن هذا هو الحساب، نعم 67,000. فكما ستشاهد فالتفاعل رائع في هذا الحساب، 7,000 لايك، 8,000، نفس الشيء هنا، يعني حساب جيد جدا، يمكن الاعتماد عليه للإعلان فيه بطبيعة الحال. وأكيد أن الأتمنة الخاصة بهذا الحساب ستكون أكبر، سوف نحاول أن نلقي نظرة هنا كما سوف تشاهد. فللإعلان في هذا الحساب لساعة واحدة $10، ساعتين $19، 12 ساعة ب45 دولار مع الرابط، كذلك هنا 24 ساعة مع الرابط $55. فأكيد أن أمر عادي أن المبلغ يكون أكبر، لأن التفاعل في هذا الحساب كما لاحظتم فهو تفاعل رهيب، وبالتالي سوف يحصل لك بدون أدنى شك على عدد كبير جدا من المبيعات بطبيعة الحال فور النشر من خلاله. هنا بالنسبة للستوري بطبيعة الحال يمكنك أن تعلن لها أو لدى هذا الشخص ب35 دولار، وإذا كنت تريد أن يترك الصورة الخاصة بك للمنتج دائما في حسابه تدفع له 350
دولار. فالأمر أعتقد أنه في غاية التميز. هنا تجد عدد كبير من الناس الذين يتوفرون على حسابات ويمكنك الإعلان لمدة 24 ساعة، فهي كافية جدا. ليس بالضرورة أن تترك الصورة لمدة طويلة في الحساب الانستغرام، لأن التفاعل يكون غالبا في الساعات الأولى لما يتم نشر الصورة لأول مرة، وبالتالي الناس تدخل وتقوم بإلقاء نظرة على التصاميم الخاصة بك التي قمت بالترويج لها هنا، وبالتالي تقوم بشرائها بطبيعة الحال. وطبعا بالنسبة لأمور مهمة جدا يجب الانتباه لها بطبيعة الحال، بالنسبة لحساب الانستغرام تجد المعلومات الخاصة به هنا. طبعا الناس المستهدفين بطبيعة الحال هنا أمريكا، كذلك هنا بالنسبة للعمر، الجنس الذي يتابع الحساب بشكل كبير، هل الرجال أو النساء، فهي معلومات مهمة أيضا يجب أن تنتبه لها لكي تستهدف بشكل كبير على حسب القميص الذي تريد أن تقوم بالترويج له. إذن أعتقد أن الآن الفكرة واضحة. فبطبيعة الحال هناك أمر كذلك مهم جدا لكي تقوم بطلب هذه الخدمة، تختار هنا مثلا نريد أن نروج لهذا أو لدى هذا الشخص لـ 12 ساعة، تقوم باختيار الشكل الذي تريد ثم تضغط على هذا الخيار لكي تطلب هذه الخدمة بطبيعة الحال. هنا تضغط على الدفع الآن بطبيعة الحال، ومن ثم تذهب إلى الخيارات الموالية. في الخيار الثاني سوف تكتب له المعطيات التي تريد أن يقوم بها أو يقوم بكتابتها فوق الصورة بطبيعة الحال. هنا تضع له الرابط الخاص بك، الرابط الخاص بتلك أو بذلك المحتوى الذي تريد الترويج له، مثلا هذا القميص، تقوم بوضع الرابط الخاص به هنا. هنا طبعا يجب في الغالب أن تقوم باختصاره في إحدى المواقع لكي لا يكون مزعج للناس. هنا طبعا تضع الصورة الخاصة بالمنتج، وهي كذلك في غاية الأهمية، يجب عليك أن تقوم ب يعني نشر إحدى الصور تكون بهذا الشكل لكي تكون مثيرة أكثر للناس وتشجعهم على شراء القميص. فإذا كانت صورة عادية بهذا الشكل تكون أقل جاذبية بطبيعة الحال للناس لكي يقومون ب يعني الدخول وشراء القميص. إذن لما تقوم بالانتهاء من هذه الخطوات تضغط على باقي الخطوات بطبيعة الحال وتؤكدها من أجل أن تقوم بطبعا طلب هذه الخدمة، وسوف يقوم هذا الشخص بنشر الصورة الخاصة بك مع الرابط، وسوف يتوصل بالمبلغ الخاص به. إذن هذا كل ما يخص شرح اليوم، وطبعا هذه هي أفضل طريقة يمكنك أن تعتمد عليها بطبيعة الحال لترويج التصاميم الخاصة بك والحصول على مبيعات كبيرة. فأي نعم سوف تدفع مبلغ من المال هنا، ولكن في المقابل سوف تحصل على عدد كبير من الناس المهتمين بذلك المنتج ويقومون بشرائه، وستجد أن المبلغ الذي دفعته في الإعلان مقارنة مع الأرباح الخاصة بك في موقع سبرينج فهي ستكون كبيرة. إذن هذا كل ما يخص حلقة اليوم، أتمنى أن يكون الشرح واضح بالنسبة إليك، وإن كان الأمر كذلك لا تبخل علي بنقر زر لايك للفيديو، وإذا كنت تشاهدون لأول مرة لا تنسى الضغط على زر الاشتراك مع تفعيل زر الجرس. شكرا لك وإلى اللقاء.